اوكي اسئله اتفضل يا فندم. واضح ان يعني في كلير ممكن نكست ممكن نعاني بسبب ان في بعض اللعيبه ممكن يكون غياب حاجه maybe we'll suffer the next games because of the fatigue of some players. بدل for example بدل بن محمد هاني was very tired was not and ايمن اشرف is not level. How can you solve this problem despite of the schedule. You can't solve this problem. ما ينفعش نحل المشكله دي. ما تحلش. You can't solve this problem. Don't go play Champions League Cup final. الحل الوحيد عشان تحل مشكله زي دي وما تبقاش في اجهاد ما تلعبش نهائي بطوله افريقيا. You're putting 14 games. Cup Champions League is 14 games. في بطوله افريقيا لعبنا 14 ماتش. Don't play CAF Super Cup. ما تلعبش كاس السوبر. Which takes 7 كاس السوبر الافريقي. سوبر افريقيا بتوع انا قعدت 8 ايام قعدنا هناك ولعبنا. Don't play World Cup. You play الدحيل بايرن بالميرس ما تلعبش كاس العالم للانديه لعبنا مع الدحيل ومع بايرن ميونخ وبالميرس ثلاث ماتشات قعدنا 14 يوم بره معسكريه عشان سو ناو كالكوليت 14 احسب بقى 14 يوم على 7 على سو ذات ذا اونلي واي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن تبقى جاهز وفايق بدنيا ما بقاش تعبان otherwise you're gonna have this because يا اما هيبقى حالتك تعبانه كده ده طبيعي ده امر طبيعي ambitious club فريق طموح نادي طموح نادي طموح ونادي كبير we want more وعايزين اكتر واكتر عايزين نحقق اكتر at this point in time any tournament we played اي بطوله بنلعب فيها في الوقت الحالي we got 100% بنحاول نحقق 100% نحقق النجاح كامل all the tournaments كل البطولات عايزين نحقق القابها if you get some if you don't win the champions league You are rested. You are free. لما كسبتش بطولة أفريقيا يبقى عندك وقت تستريح وتلعب ماش عندك مشكلة. And when you are played needed by the country in the Olympic Games. وعندك لعيبة محتاجينهم في المنتخب الأولمبي عشان تدعم البلد. People they're gonna get tired. Badr is also tired. هتلاعب لعيبة موجود في لعيبة تعبان زي بدر. You think on a game like this, I can have Sharif on the bench? تفتكر ماتش زي ده قعد شريف على الدكة إلا لو كان تعبان؟ عشان تعبان قعدته على الدكة في الشوط الأولاني عشان تعبان بريحه. He's not even here. حمدي مش موجود اصلا عشان بريحه النهارده عشان تعبان مجهد حمدي فتحي اللعيبه تعبانه كل بركو بم صغيرين قوي ان هم يستحملوا ضغط الماتشات ده so we're gonna have the pressure and the stress fatigue ضغط وارهاق والتعب ده هيبقى موجود على طول but I would rather have this than play every Sunday Saturday افضل ابقى تعبان كده لما اكون ما عنديش حاجه بلعب غير الدوري بلعب كل يوم حد يقول كل يلعب مره كل اسبوع ما عنديش بطولات بنافس عليها تاني and the end of the season what are you going to show وفي اخر الموسم هتبقى ايه حصيلتك في الالقاب we can say four medals اوكي لا انت بتقول انا عندي اربع ميداليات حققت اربع القاب في اربع بطولات كاس العالم برونز بطوله افريقيا تشامبيونز ليج than not to have the gold medals. انا افضل ان اعمل كده احسن ما يعني اجهاد احسن ما اريح وبلعب ده الثمن اللي احنا بندفعه عشان نحقق بطولات المحققه المشاركه ده الثمن الاهلي بيدفعه الفاتوره بيدفعها للاهلي في حد